شهدت العاصمة المؤقتة عدن مطلع الشهر الجاري أحداثا مؤسفة، بدءا بتفجير إرهابي استهدف قسم شرطة في الشيخ عثمان، ثم الاستهداف لمعسكر الجلاء، ثم ما تلا ذلك من انفلات أمني استهدف المئات من المواطنين والعمال والطلاب والنازحين بشكل هستيري. منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان في العالم العربي ومقرها أمستردام نقلت عن شهود عيان أن مجموعات مسلحة تابعة لقوات الحزام الأمني قامت باعتداءات جماعية طالت عمالا ومدنيين ينتمون للمناطق الشمالية. أوضحت المنظمة أن المسلحين قاموا باقتحام مقر العمل وطرد العمال الشماليين منها والاعتداء عليهم بالضرب والإهانة وتوجيه ألفاظ نابية، واعتقلت عشرات المدنيين الشماليين بشكل تعسفي، كثير منهم نازحون، ثم اقتادتهم بشكل إجباري إلى شاحنات بضائع خصصت لنقلهم إلى خارج نطاق محافظتي عدن ولحج. في حلقتنا هذا الأسبوع سنناقش ما يجب على الحكومة فعله لتدارك الوضع الإنساني لضحايا الانتهاكات في عدن. وقبل البدء أرحب بضيوف هذه الحلقة، وينضم إلينا من تعز عبر الأقمار الصناعية المحامي والناشط الحقوقي عمر الحميري، ومن نيويورك الناشط السياسي أحمد الصالح، ومن اسطنبول سينضم إلينا مستشار وزارة الإعلام مختار الرحبي. بداية أرحب بضيفنا عبر الأقمار الصناعية الناشط الحقوقي عمر الحميري. أهلا بك أستاذ عمر. مرحبا بكم أخي الكريم ومشاهدي قناة بلقيس الكرام. وأيضا سينضم إلينا من نيويورك الناشط السياسي أحمد الصالح، وأيضا من إسطنبول مستشار وزارة الإعلام مختار الرحبي. أبدأ مع الأستاذ عمر الحميري، وأنت شاهد عيان لما حدث في العاصمة المؤقتة عدن الخميس الفائت، لو تلخص لنا وللمشاهدين ما رأيته في البداية. أخي الكريم، أنا في زيارتي إلى مدينة عدن نهاية الأسبوع الماضي كنت في رحلة عمل إلى المحكمة العليا لمتابعة إحدى القضايا، وأثناء عودتي يوم الخميس الساعة 2:40 تقريبا كنت مغادرا لمدينة عدن عبر نقطة الرباط، وهي النقطة الأمنية الأولى والأساسية لمدخل مدينة عدن. عقب النقطة بحوالي 100 متر كانت هناك نقطة مستحدثة تابعة لنقطة الرباط، تفتيش بالهوية، هناك جنود وهناك أطقم عسكرية، وعلى الجانب الأيسر من الطريق المؤدي إلى داخل مدينة عدن هناك شاحنة كبيرة ممتلئة حوالي نصفها بعدد من الناس، يعني حوالي 100 إلى 150 شخص تقريبا. كان هناك سؤال يوجه إلى جميع العابرين عبر هذه النقطة: من أين أنت؟ من أين أنت؟ إلى أي محافظة تنتمي؟ أجبت بأني من محافظة تعز. طلب مني أن أوقف السيارة وأن أنزل من السيارة وأن أصعد إلى فوق الشاحنة، هكذا بكل فظاظة. سألتهم: ما هي جريمتي؟ ما هو السبب؟ إلى أين تأخذنا؟ قالوا: لا تناقش، هذا ما حدث. هناك أشخاص آخرون كانوا يعبرون عبر هذه النقطة، أشخاص من محافظات جنوبية، من أبين ومن عدن ومن حضرموت، كان يتم سؤالهم: من أين أنت؟ إذا أجاب أنا من أبين أو من عدن يتم السماح له بالعبور فورا وبدون نقاش، وأما أبناء المحافظات الشمالية محافظة تعز وإب وغيرها يتم إجبارهم على النزول. شاهدت شخصا بأم عيني بسيارة كورولا، بسيارة كامري لون أزرق، يتم ضرب السائق لأنه امتنع عن النزول، تم ضربه بالعصي وسحبه إلى فوق الشاحنة. بدوري توجهت إلى الضابط المسؤول عن النقطة وسألته: ما هي جريمتي؟ أنا محامي وأنا لم أرتكب جريمة، وما هو السبب لأخذنا؟ طالع في البطاقة وربما إلى سحنتي وسمح لي بالمغادرة، بينما هناك عشرات الأشخاص الذين كان يتم سحبهم أمامي، سواء اقتيادهم بموافقتهم خوفا ورعبا من الضرب والإهانة أو بالضرب فعلا. هناك أشخاص كانوا عبر حافلات مسافرين، هناك أشخاص لديهم عوائل، تم إنزال الأشخاص من فوق الحافلات والسمح فقط للنساء بالبقاء والمغادرة. هناك سائقي شاحنات، هناك عمال مصانع، هناك موظفين، هناك عمال، هناك أشخاص لا علم لهم بما يحدث. كل هذا حدث عقب ما الانفجار الذي حدث داخل مدينة عدن بساعات، ولم يكن هناك أي سبب آخر، ولا يكون لا توجد هناك مبررات قانونية، ولا يوجد هناك أدنى اشتباه بالأشخاص. كان يتم الفرز المناطقي عبر الهوية، وإلى أين تنتمي إذا أنت من غير المحافظات الجنوبية يتم الزق بك فوق الشاحنة. شاهدت حوالي 100 إلى 150 شخص فوق الشاحنة، وهناك على طرف هي الشاحنة أشخاص مسلحين وبأيديهم عصي، ويبدو أن الأشخاص كانوا يتعرضون للضرب لأنهم محشورون في الزاوية الداخلية للشاحنة. يتم
يعني الصعود بأي شخص من محافظات شمالية إلى فوق الشاحنة وترحيلهم حسب ما وثقنا ورصدنا لاحقا بأنه تم أخذهم إلى حوش قريب من نقطة الرباط واقتيادهم إلى هناك حتى الساعة 11 ليلا، وثم ترحيل الكثير منهم. هناك أشخاص تم أخذهم من داخل تلك الأحواش ولا يعلم إلى أين تم الذهاب بهم. الجريمة التي حدثت هي الإهانة، هي الضرب، هي التقطع، هي الاختطاف بغير مسوغ قانوني، والاعتقال غير قانوني وإلى غير جهة قانونية إلى أحد الأحواش. طيب سنتحدث عمر لاحقا عن ما تم توثيقه من قبلكم. نعم. سنتحدث عن ما تم توثيقه، وأرحب بضيفنا من نيويورك من الولايات المتحدة الأمريكية الناشط السياسي أحمد الصالح. أهلا بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا بك وبضيوفك الكرام والمشاهدين. أستاذ أحمد، بداية كيف تابعت ما حدث في العاصمة المؤقتة عدن من أحداث وانتهاكات بحق المدنيين؟ في الحقيقة سيدي العزيز، دعنا نتكلم بوضوح أكثر. هذا الموضوع أخذ أكثر من حجمه من ناحية التهويل وتكبير العدسة على هذا الموضوع. نحن بالمناسبة نرفض رفضا قاطعا تماما الإساءة لأي مواطن من الشمال أو من الجنوب، ولا نقبل ذلك أبدا. رفعت ذلك المكونات، المجلس الانتقالي أصدر بيانه رافضا، الحزام الأمني رفض ذلك، المواطنين، النخب الثقافية والأدبية والصحفية، كل الشعب رفض ذلك. وبالتالي أنت تعلم لكل قاعدة استثناء، يعني شواذ والشاذ لا حكم له، وهذه استثناءات. نحن لا نقول اليوم بأن الحوثي يمثل الشمال من باب أولى، لأننا نعرف بأنها ميليشيات استثنائية، ولا نقول بأن هناك من يخرب أو يفسد في الشمال يمثل الشمال كله، ولا نقول من قام يتشفى فينا بأنه يمثل الشمال. على الإطلاق قلنا هؤلاء استثناء وشواذ عن القاعدة الأساسية. وبالتالي لماذا تأخذون هذه الاعتبارات على أساس أنها تمثل الشارع وتمثل الجنوب ولم ترون رأي الناس عامة؟ نحن نفتح قلوبنا وبيوتنا قبل أن نفتح الجنوب لأشقائنا النازحين الهاربين من الحوثي، والذين نحن فتحنا لهم بلادنا من قبل وقلوبنا، ولا نقبل الإساءة لهم على الإطلاق يا سيدي العزيز. ونقول بأن الجنوب، وهذه رسالتنا نوجهها لكل أشقاء في الشمال، سلطة ومعارضة وأحزاب وقوى ومتشفين جميعا، بأن الجنوب يسكن فيه أكثر من 3 مليون شمالي بما فيهم نساء وأطفال ورجال أعمال وطلاب وتجار ومسافرين في الطرقات. فأرجوكم رجاء خاص لا تصبوا الزيت على النار، لأن هؤلاء سيتضررون من ضعاف النفوس أو من بعض ردات الفعل البسيطة. طيب أستاذ أحمد، يعني جرى أي شيء. إذا كانت هذه أفعال استثنائية من قبل البعض، تقول أن الكل في الجنوب، كل القوى وكل المكونات وكل الفاعلين على الأرض يستنكروا ما حدث، من الذي قام بهذه التصرفات وهذه الانتهاكات، وما حدود قوة هؤلاء الأشخاص ليقوموا بهذا الفعل؟ لو نزلت قناة بلقيس إلى كافة الشوارع وأخذت يعني تعمل استطلاع عام على الناس في خور مكسر، في التواهي، في المعلة، في كريتر، في أجزاء من المنصورة، حصلت في أجزاء بسيطة من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وبالتالي هذه قضية يعتبر بها قضية جنائية يلتزم بها وزارة الداخلية، وبالتالي يجب مساءلة وزارة الداخلية عن دورها من الذي فعل ذلك. نحن لسنا دولة حتى نقول بأننا سوف نقبض الناس، هناك جرائم. طيب أستاذ أحمد، ما تفسيرك الحكومة والمسؤولين ووزارة الداخلية واللجنة الأمنية والعسكرية وجهت إدارة شرطة العاصمة المؤقتة عدن بضبط الوضع والحد من هذه التصرفات، ما تفسيرك لعدم التجاوب مع هذه التوجيهات من قبل إدارة شرطة عدن؟ أنت أتني يا سيدي العزيز بحقائق مثبتة عن 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 كم، يعني عن ظاهرة وليس عن استثناءات وأفراد. مثل ما قلت لك نحن نرفضها، ولكن عندما تكون هناك حالات فردية محسوبة بالتالي هي ستحسب في ظل أنها إحداثيات، أنها جرائم جنائية تحدث الانتهاكات خاصة، وبالتالي تقوم بها وزارة الداخلية. لكن هناك أيضا خلل في وزارة الداخلية وأجهزة الشرطة، والكل يعلم لماذا، لأن هناك يعني ازدواج مهني داخل هذه المؤسسات وضعف وفساد وكثير من الإشكاليات في وزارة الداخلية. وبالتالي نحن فقط ما أريد أن أقوله اليوم، يجب علينا كلنا في وسائل الإعلام وصحفيين وكتاب وكل القوى والنخب أن نترفع في هذا الأمر يا سيدي العزيز. هل تريدون أن تؤذون المواطن البسيط الذي يترزق الله هناك أو يدرس أو يسافر؟ هل تريدون أن الناس تأخذ انطباع بأن الشمال كله ضد الجنوب؟ نحن لم نقل ذلك. 20 مليون يسيطر عليهم الحوثي ساكتين، لم نقل بأنهم يمثلون الشمال، قلنا لا، هؤلاء استثناء. لماذا تأخذون القاعدة عكسية عندما يكون الموضوع بالجنوب؟ طيب أستاذ أحمد، هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بهذه التصرفات والانتهاكات، لماذا لا يستمعوا لصوت العقل الذي تتحدث به أنت الآن وتطالب بالترفع عن مثل هذه التصرفات حتى لا تأتي فرصة لخدمة الحوثيين والانقلاب؟ برأيك لماذا لا يتم الاستماع لهذا الصوت من قبل هؤلاء الأشخاص؟
يا سيدي العزيز، دائما هناك خارجين عن القانون، وهناك متمردين، وهناك ناس لا يمتثلون للقانون. لا يوجد مكان في العالم، بالأمس الولايات المتحدة الأمريكية. أحمد، قد ينزعج البعض منك من أبناء الجنوب عندما تصفهم بأنهم خارجين عن القانون من قاموا بهذه التصرفات والممارسات، لأنهم يقولون نحن نقوم بهذه التصرفات دفاعا عن قضيتنا، عن القضية الجنوبية. عندما نقول بأن هذه التصرفات خارج الإجماع الشعبي وخارج القرار السياسي للمكونات الجنوبية، فهي لا تمثل الشارع، وبالتالي هذه مسألة جنائية مختلفة ولا نقبل بها. وأي شيء يرفض من الشارع وغير مقبول أخلاقيا ولا أدبيا ولا سياسيا فهو مرفوض، وقلنا بصوت عالي. نحن لا نخجل في ذلك على الإطلاق، نحن نخجل فقط من أشقائنا عندما يستخدمون أقلامهم لسنها ضدنا ليتهمون الجنوب كله. نحن لسنا عاجزين. دعني أسألك سؤال، أنت رجل عاقل، لو اتخذ الجنوب قرار بطرد الشماليين فعلا، اتخذت المكونات والقوى والأحزاب، ما هي النتيجة التي تتوقعها؟ هل تتوقع بأنه سيتم الاعتداء على بسطة أو إخراج 10 أشخاص أو 15 شخص؟ أسألك بالله وأنت على الهواء الآن، هل تتوقع ذلك، هذه النتيجة؟ هذا أمر لا يصدق يا سيدي العزيز. طيب أنت أستاذ أحمد تتحدث بعين العقل وتقول أنها مسألة جنائية وتطالب بوقائع ووثائق تثبت ذلك. ننقل هذه النقطة، بما أنه معنا ناشط حقوقي ومحامي وكان حاضر في العاصمة المؤقتة عدن، ونسأله عن إمكانية وجود ذلك، هذه الوثائق والوقائع، وما الذي سيتغير في المشهد من باب إنصاف والانتصار لحقوق الضحايا. أستاذ عمر، إذا كان لك من رد. أخي الكريم، عندما يتم الحديث عن تواجد أبناء المحافظات الشمالية في مدينة عدن بأنها حالات إنسانية وبأنهم نازحين، هذا الطرح غير دقيق وغير مقبول. نحن هناك سواء كانوا عمالا أو موظفين أو أصحاب معاملات حكومية يزورون عدن بصفة رسمية وبصفة على أساس حق دستوري مكفول دستورا. ما دامت الحكومة الشرعية متواجدة في عدن، فإن من حق أي مواطن يمني أن يزور عدن وأن يبقى فيها. ما دامت مواردنا والأموال والضرائب تورد إلى عدن، من حقنا أن نزور العاصمة عدن. ما دامت بالتأكيد أستاذ عمر ولا إشكالية في ذلك. والأستاذ أحمد الصالح يقول أن أبناء المحافظات الشمالية على العين والرأس وهم موجودين بمئات الآلاف داخل العاصمة المؤقتة وباقي المحافظات الجنوبية، وموفر لهم كل الأمن والحماية. نعم أخي الكريم، نحن نثمن أن هناك الكثير من الشرفاء في مدينة عدن وفي الجنوب يستشعرون خطر ما يحدث أمامهم، يشعرون أيضا بأنهم ضحية قادمة ربما أمام هذا الصلف والعنقهية. عندما يتم الحديث عن هؤلاء الأشخاص الذين قاموا بهذه الجرائم بأنهم مجموعة خارجين عن القانون، هذا الطرح غير دقيق. هذه قوات مدعومة وتعتبر تشكل ألوية عسكرية، لديها تعتبر أقوى الأسلحة وأقوى العتاد العسكري حاليا في الجنوب وفي عدن. هذه الألوية يقودها أشخاص لهم ارتباط بالمجلس الانتقالي الجنوبي. نحن لا نتحدث ما هي أدلتك على ذلك وما هي الحراك الجنوبي، وإنما نتحدث عن ما هي الأدلات، ما هي الأدلة والإثباتات على ذلك. أستاذ أحمد صالح يقول هذه استثناءات وهذه تصرفات شخصية للبعض، وهناك استنكار لها من قبل كل النخب. أخي الكريم، هناك ضباط، هناك ضباط في الحزام الأمني نشروا فيديوهات موثقة ومنشورة أمام العامة، وهم يقتادون المئات من الأشخاص فوق الشاحنات ويقودوهم إلى المعتقلات الخاصة بهم. هذه أدلة. هناك أيضا رصد قمنا برصده، هناك العديد من الناشطين والعديد من المنظمات الحقوقية قامت برصد حالات كثيرة تتحدث أن الجهة المسؤولة هي الحزام الأمني بصفتها وبضباطها وبأطقمها وبعتادها العسكري، قامت بهذه الجرائم وفي نطاق سيطرتها. لا يمكن الحديث عنهم بأنهم خارجين عن القانون إلا إذا قامت القيادة لهؤلاء العسكريين بمحاكمتهم ومحاسبتهم وإيقافهم عن العمل والبدء بتحقيقات، لأن هناك العديد من الأشخاص المتضررين. هناك سيارات نهبت، هناك مبالغ نهبت من حوزة أشخاص، جميع من تم اعتقالهم من نقطة الرباط تم مصادرة جوالاتهم وبطائقهم الشخصية وجوازاتهم. هناك أشخاص خرجوا من مستشفى النقيب، شخص خرج من مستشفى النقيب وأمه مريضة في المستشفى، خرج لأخذ علاج، تم اعتقاله من الشارع وكانوا يخبرهم أن أمه مريضة ولا يوجد لها أحد، تم أخذه وقالوا له بالفم المليان طز. هناك أشخاص تم أخذهم من فوق سياراتهم، هناك أشخاص تم أخذهم من داخل المحلات ونهب مبالغ مالية، هناك رصد حقوقي قائم. لا يمكن الحديث عن أن هذه تجاوزات بسيطة بينما هناك حقوق تنهب. طيب ننقل ولم يتم ننقل هذه الشواهد التي تحدث عنها الأستاذ عمر. طيب، يتم من خلالها إعادة هذه المنهوبات. تمام أستاذ عمر، ننقل هذه الشواهد التي تحدث عنها الأستاذ أحمد الصالح. الأستاذ عمر يستشهد بما نشر من فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي لقيادة في الحزام الأمني. ما التفسير وما الهدف من نشر هذه المقاطع والفيديو التي تعتبر أدلة إدانة أستاذ أحمد؟
اولا يا سيدي العزيز لا يوجد ختم في جبهه اي احد في من اجل ان يقول بان هؤلاء يعني ضباط حزام امني على الاطلاق. الحزام الامني 18,000 جندي في عدن اذا لم تكونوا تعرفون، واذا اتخذت قرار قوات الحزام الامني ستحتاج ساعتين لاخراج من تريد من عدن فقط، وبالتالي يجب علينا عدم المبالغه. هذا الصوت الذي نسمعه هو الصوت الذي يضر ابناء الشمال في هذه المناطق، هذا اولا. ثانيا، عندما يتحدث بان هناك حق دستوري ومش عارف ايش، نحن في حاله استثنائيه من الحرب، ويجب على الجميع ادراك هذه المعطيات. ونحن نعاني من إشكاليات أمنية ويعني تدخل من جماعات متطرفة وإرهابية، ونخسر كل يوم قادة وضباط وأبنائنا، وبالتالي يجب على الجميع قراءة هذه الجزئية بدقة تماما. نحن مثل ما قلت لك رفضنا كل ذلك ولا نقبل به ولن نقبل به، ولكننا أيضا لن نقبل هذا الزيف والكذب والتدليس سواء من مؤسسات حقوقية وهمية أو من ناشطين كاذبين. أأتي لي بشخص واحد تم إيذاءه أصيب أو قتل أو تعرض يعني السرقة أمام الناس في عدن؟ لحظة اسمح لي. طيب أستاذ أحمد، أنت لن تشكك فيما يقوله الأستاذ عمر وتقول أن هذا يصب الزيت على النار أكثر وأكثر. طيب الفيديوهات التي انتشرت من داخل المحافظة الجنوبية، كيف يمكن التعامل معها لإنصاف الضحايا؟ من الجهة التي يمكن أن تحقق فيما حدث وإنصاف الناس واسترداد حقوقهم؟ نعم، أول يجب أن نتفق بأن هذه أعمال فردية تمثل أصحابها، لا يمثلون لا جهاز أمني ولا جهة سياسية، هذا أولا. ثانيا، قد تكون هذه الجهات ايضا مدسوسه من بعض الاطراف التي تريد يعني الاساءه لابناء الجنوب ولمشروعهم الوطني ولصرف النظر عن ما حصل في معسكر الجلاء، وهذه هي الحقيقه الاساسيه. ثالثا، بان هناك جهه رسميه هي وزاره الداخليه وهناك النيابه العامه، لماذا لا يذهب المتضررون الى هناك؟ هل تم اعتقال احد من او منعه من ان يذهب الى مركز شرطه او الذهاب الى النيابه العامه او الى محكمه او؟ طيب استاذ احمد، اسمح لي بهذه النقطه. انت تتحدث وتقول ان الهدف ربما من هذه الاعمال قد تكون اطراف مدسوسه تريد الاساءه للقضيه الجنوبيه، وقلت قبل ذلك ان 18,000 عنصر ربما يتبعون الحزام الامني متواجدين في المناطق الجنوبيه. لماذا هؤلاء غابوا في هذه اللحظات، في لحظات الفوضى؟ لماذا لم يضبطوا الوضع، لم يدافعوا ربما عن الناس، لم يهدوا التوتر الحاصل؟ لماذا اذا كانوا لم يقوموا وكانوا طرف في ما حدث، لماذا تفرجوا عما يحدث؟ وبالتالي الاساءه هنا، دعني اقول لك، لن نستطيع ان نضع امام كل مواطن نضع له عسكري امامه، لن نستطيع. ثم انه في الوضع على الاقل كانوا منتشرين يتواجدوا في الشارع والناس يلمسوا تواجدهم لانصافهم والشعور بالامان. عندما تكون الدوله قائمه بكافه مؤسساتها الامنيه والقضائيه تحدث هناك اختلالات في كل مكان، وانت تعلم، وتحدث هذه الامور في كل مكان في العالم. طيب عندما نزلت، تذكر ما حدث في احدى المديريات في عدن عندما نزلت قوات تتبع الحمايه الرئاسيه، حدثت اشتباكات بين الحزام الامني وهذه القوات الحمايه الرئاسيه، يعني كانوا دليل تباين في الاهداف. اقول لك لا يوجد إثبات، كل هذه إشاعات مغرضة، لم تتواجه أي قوة أمنية تابعة للحزام الأمني أو أي قوة رسمية تابعة للمشروع الجنوبي على الإطلاق. وأنا أقول لك بوضوح، إن هناك من تقمص هذا الدور وادعى زيفا أو زيفت بعض الصحافة والإعلام والمواقع بأن هؤلاء مثلوا الحزام الأمني وتواجهوا مع جهاز أمني، فهذا كذب وتدليس ولا نقبله. مديرية المنصورة والشيخ عثمان والمندارة ودار سعد، هذه مناطق تحت سيطرة وزارة الداخلية وقواتها التابعة بشكل مباشر لوزارة الداخلية، ولا توجد فيها قوات الحزام الأمني. لماذا نكذب على الناس؟ قوات الحزام الأمني موجودة ومعروفة معسكراتها ومعروفة أماكن انتشارها. صحيح، هذه نقطة مهمة وسأنقلها. صحيح، هذه النقطة مهمة سننقلها أستاذ أحمد الصالح لضيفنا الذي سينضم إلينا من إسطنبول عبر الهاتف، مختار الرحبي مستشار وزارة الإعلام، وأيضا الأستاذ عمر حمير. لكن لن نذهب لنستطلع ونشاهد معا بعض من استطلاعات الرأي من محافظة الجوف حول ما حدث، نتابع ما يحدث في مناطق الجنوب وبالأخص في محافظة عدن أو مدينة عدن. هي أعمال إرهابية وأعمال إجرامية، لابد على الحكومة اليمنية أن تقوم بوقف هذه الأعمال وأن تقف وقفة جادة للحد من هذه الأعمال الإجرامية التي تقوم بزرع الفتنة بين أوساط الشعب اليمني. وأيضا أن لا تخضع الحكومة اليمنية للوصايا الخارجية، بالتحديد ما تقوم به دولة الإمارات من إدارة بعض الفئات لتشتيت شمل المجتمع اليمني. ندين ونستنكر الأعمال الإجرامية التي يتم ممارستها بشكل يومي وبشكل فظيع بحق المواطنين اليمنيين في محافظة عدن. ما شاهدناه من مقاطع للشباب وإهانة للنساء وللعاجزين والعمال وأصحاب البسطات الضعفاء
يعني أمر لا يمكننا نتصوره بأنه فعل يمني، مستحيل هذا الشيء. هذه ثقافة دخيلة علينا، نطالب من الحكومة أن يكون لها موقف جاد، نطالب من الرئاسة يكون لها موقف قوي وواضح. نترحم على الشهداء الذين سقطوا نتيجة القصف الحوثي الإجرامي، وما وكما ندين ونستنكر ما تبعات هذا القصف الذي قاموا به أخواننا في الجنوب تجاه أخوانهم أبناء الشمال المتواجدون في مدينة عدن. كما نطالب الحكومة اليمنية أن تكون عون وسند لهؤلاء المواطنين الذين تعرضوا للنهب والتهجير القسري الذي تم استغلاله من قبل هذه الميليشيات الإجرامية. نطالبهم بتعويض هؤلاء المواطنين، ونطالبهم بإعادتهم إلى محلاتهم وممارسة أعمالهم في مدينة عدن. يجب عليها أيضا تعويض من حصل لهم ضرر في هذه الأثناء، الذين أحرقت بساطاتهم، والذين أخرجوا، والذين نهبت أموالهم، يجب، والذين هجروا أيضا يجب عليها إعادتهم إلى رأس أعمالهم وتعويضهم وإيقاف المجلس الانتقالي عند حده، كونها هي الحكومة الشرعية التي يأمل منها الشعب أن تضع حدا لهذه المواقف الحرجة التي يمر بها الشعب والذين يفعلون هذه الأشياء تحت غطاء الشرعية وتحت المناطق المحررة. هذه النزاعات وهذه المشاكل التي تحدث ليست من أبناء الجنوب، هي من ميليشيات لا تختلف عن الميليشيات التي في شمال الشمال، فينبغي، هي مدعومة داخليا وخارجيا، فينبغي الحكومة أن يكون لها. وينضم إلينا من إسطنبول عبر الهاتف مستشار وزارة الإعلام مختار رحابي. أهلا بك أستاذ مختار. أهلا وسهلا عليك وعلى المشاهدين الكرام جميعا. فيما حدث في العاصمة المؤقتة عدن، الحكومة متهمة بالعجز وخذلان المواطنين هناك، أين هي الحكومة مما يحدث؟ الحكومة متواجدة وأعلنت عبر بيانات رسمية وتوجيهات رسمية، لكن نحن لا نستطيع نقول أن الحكومة عاجزة، لأنها لا يمكن أن نوصفها بالعجز، لأن الحكومة لديها قوات ولديها ألوية، فهي لا تريد أن تعطي هذه الميليشيات وهذه العصابات العنصرية المناطقية القروية تعطيها الفرصة من أجل العبث بأمن واستقرار محافظة عدن. لكن دعني أقول أن هذه الميليشيات وهذه الأعمال التي لا يقبل بها إنسان عاقل وسوي، فضحت هذه الميليشيات وفضحت مشروعها القائم على. طيب قبل أن نتحدث كيف فضحت المنطقية. كيف فضحت من قام بهذه التصرفات؟ فقط الحكومة اليوم موجودة في البيانات والتغريدات على تويتر ومنشورة الفيسبوك، ليس لها أي أدوات على الأرض لحماية الناس؟ بالفعل لا يوجد لدينا أي أدوات موجودة في مدينة عدن كأدوات نستطيع أن تواجه هذه الميليشيات، لأن مدينة عدن أستطيع أقول لك بكل صراحة أنها لا ليست بيد الدولة بل بيد عصابات وميليشيات تتبع دولة الإمارات. الحكومة غير متواجدة، الرئيس يمنع من العودة إلى مدينة عدن، رئيس الحكومة حينما عاد تم الاشتراط عليه بأن لا يتدخل في الملفات غير الملف الخدمي، كثير من المسؤولين والوزراء غير مسموح لهم العودة إلى مدينة عدن. هذا هو الواقع وهذه هي الصراحة، وهذا هو الواقع الذي لا نستطيع أن نقفز عليه. مدينة عدن بيد ميليشيات وبيد عصابات قروية قادمة من منطقة محددة من الجنوب، تريد أن تأكل الجنوب وتريد أن تأكل. طيب يا أستاذ مختار، الآن هناك تناقض في حديثك، كيف تقول أن هناك ألوية وقوات حماية رئاسية موجودة داخل عدن ووزارة الداخلية ووزير الداخلية، وتقول في نفس الوقت وفي نفس اللحظة هي خارج السيطرة العاصمة المؤقتة؟ إذن هذه القوات ماذا تفعل داخل عدن وهؤلاء الأفراد وهؤلاء المسؤولين؟ هو ليس تناقض، أنا قلت لك الحكومة لديها ومتواجدة ولكن التواجد محدود، والقوات الأخرى المتواجدة في مدينة عدن هي أكثر، وعددها و من يقوم بدعمها من الإمارات يتلقى دعم أكثر من الجنود التابعين للحكومة الشرعية. بالتالي إما أن نخوض حرب مع هذه الميليشيات وتدخل مدينة عدن حرب جديدة، أو أنه يمكن أن إتاحة المجال أمام التحالف إذا كان التحالف ما زال
لديها القدرة على إيجاد حلول لمدينة عدن وما زال متمسك بأهدافه وهي إعادة الشرعية، أو فإن يعني كل الخيارات متاحة أمام فخامة الرئيس، ليس هناك أي تناقض. أنا قلت هناك موجود قوات وهناك وزارة الداخلية وهناك أجهزة أمنية مفترض أنها تتبع الحكومة الشرعية. صحيح، ربما في هذا السياق كان الأستاذ أحمد الصالح أشار إلى نقطة أن هذه الممارسات التي حدثت، وهو صفها بأنها ممارسات استثنائية من قبل بعض الأشخاص، أنها حصلت ربما في مناطق هي خارج سيطرة قوات الحزام الأمني، في مناطق يتواجد فيها القوات والألوية الحماية الرئاسية. يا أخي هذا يغالط الواقع ويغالط الناس، والناس اليوم لم يعودوا كما كان في السابق. اليوم الإنترنت موجود والناس الآن يصوروا، ورأينا المقاطع ورأينا توثيق من قبل هذه العصابات وهذه الميليشيات. بالتالي ما الداعي للكذب؟ ما الداعي للمغالطة على الناس؟ وما الداعي للتنصل عن هذه الأعمال التي هي غير إنسانية، والتي من المفترض أن يتم ملاحقة الإرهابي هاني بن بريك ومراحقة أيدرس الزبيدي في كل المحافل الدولية وفي كل المحافل المحلية، لأن هذه جرائم يعاقب مرتكبها سواء في القضاء اليمني أو القضاء الدولي. أما أن يتحدث ويقول أنها في مناطق الحماية الرئاسية، هذا كذب وافتراء على الناس. من ذكرتهم من قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي وتطالب بملاحقتهم، هم أصدروا بيانات أيضا كالحكومة وأدانوا ما حصل في العاصمة المؤقتة عدن. يا أخي هذا 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 من المضحك الممكن. يقومون أولا بالتحريض ليل نهار، الإرهابي عيدروس الزبيدي والإرهابي هاني بن بريك المحالين للتحقيق بقرار فخامة الرئيس، ليل نهار يحرضوا على الشماليين ويحرضوا على ما يسموهم الدحابشة ويحرضوا على القوات الشمالية ويحرضوا على الحكومة، وفي الأخير يقول نحن لم نرتكب شيء. من الذي ارتكب؟ هذو جلاد الجنود هؤلاء من موزمبيق جبناهم أو كانوا متواجدين من في جنوب أفريقيا. هؤلاء جنود يتبعون المجلس الانتقالي وهم معروفون. طيب أنت يا أستاذ مختار الآن تتساءل، وأنت مسؤول في الحكومة، من ارتكب هذه الجرائم وهذه الانتهاكات؟ نحن أيضا نتساءل والناس كلهم يتساءل، لماذا الحكومة من خلال أدواتها لا تثبت ولا توثق ولا توضح للرأي العام من قام بهذه الانتهاكات؟ إذن أين هي وزارة حقوق الإنسان والنائب العام وزارة الداخلية وكل هؤلاء المسؤولين؟ بالإمكان توجيه السؤال هذا لوزير حقوق الإنسان الذي لم يصدر أي بيان حتى هذه اللحظة، لكن أنا أؤكد لك أن الأجهزة الأمنية تقوم بالتوثيق، وهناك منظمات محلية حتى وإن كانت هناك تقصير من أدوات الدولة ومن وزارة حقوق الإنسان، فأنا أؤكد لك أن هناك منظمات محلية وهناك منظمات دولية، منظمة هيومن رايتس وهو منظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى تواصلت مع أهالي الضحايا وقامت بالتوثيق بالصوت والصورة، وسيتم تقديم ملفات المرتكبين وقيادات المجلس الانتقالي إلى محاكم محلية ومحاكم دولية، وهم يعرفون أنهم في أي سفرية سيسافرون فيها إلى أوروبا سيتم ملاحقتهم كمجرمي حرب ارتكبوا جرائم تهجير قسري ضد أبناء الشعب اليمني من المناطق الشمالية. طيب أعود للأستاذ عمر الحميري ضيفنا عبر الرقم الرسمي. أهلا بك أستاذ عمر، ماذا لديك بخصوص التوثيق وإنصاف الضحايا، والآن في ظل تبادل الاتهامات وأيضا الحديث عن عجز الحكومة والسلطة داخل عدن وأن هناك أطراف أخرى هي اليوم من تحكم داخل عدن، من يمكنه التحقيق وإنصاف المدنيين؟ موضوع هذه الحلقة هم الذين تعرضوا للضرر في الأحداث الأخيرة، من يمكنه إنصافهم والتحقيق فيما حدث؟ لا خلاف في أن الحكومة الشرعية عاجزة عن السيطرة على قوات الحزام الأمني خشية اندلاع مواجهات كما حدث في يناير وما قبل. الانتهاكات الموجهة ضد المدنيين ليست جديدة، وإنما هي مكررة وجريمة مستمرة حدثت في عام 2016 بشكل مكثف، وهي تتكرر الآن لأنه لم يوجد أي تحرك قانوني رادع لمثل هؤلاء الأشخاص. محاولة التنصل من قبل الجهات مثلا قيادة الحزام الأمني أو الحراك المجلس الانتقالي التنصل من مسؤوليتها تجاه هؤلاء الأشخاص الذين قاموا بهذه الانتهاكات، هذه محاولات لذر الرماد على العيون والتهرب من المسؤولية القانونية، كون الحزام الأمني أولا ليست قوات رسمية تابعة للحكومة الشرعية، وإنما هي الذراع المسلح للمجلس الانتقالي، وما تقوم به هذه القوات محسوب على المجلس الانتقالي
ونحن نعول على المجتمع الدولي وعلى المنظمات الدولية وحركة الإدانات والتحقيقات التي سوف تجرى في هذا المجال، ولا نعول على الحكومة الشرعية كونها عاجزة وكونها تعاني، وإن كان لديها أدوات قوة ولكنها لا تستخدمها ربما نوعا من التجنب الصدام لتجنب وقوع ضحايا مدنيين. ربما لا نستطيع تفسير مبررات الحكومة الشرعية. طيب بعيدا عن الأدوات الأمنية والعسكرية من تجنبا للمواجهة وإراقة الدماء، بعيدا عن الأدوات الأمنية والعسكرية، هل يمكن من خلال أدوات أخرى لدى الحكومة إنصاف الناس والتحقيق فيما حدث؟ نعم يمكن من خلال إجراء تحقيقات قانونية عبر مكتب النائب العام وعبر النيابات المتواجدة في عدن والتي تقوم بعملها. هناك سلطة قضائية قائمة في عدن وتقوم بعملها، ولا يمنع أن تقوم بالتحقيق في هذه الإجراءات كونها في المقام الأول لجرائم. كمتابع ومهتم وناشط حقوقي، هل بدأت أي إجراءات وتباشر التحقيق ولو؟ طيب أستاذ عمر، أنت كمتابع وناشط في هذا المجال، لم يصل حتى الآن إلى حد علمنا أي إجراءات اتخذت في هذه الجرائم، أي إجراءات تحقيق رسمية. هناك وعود، ربما هناك في بيانات أنها سواء أن الحكومة وعبر وزارة الداخلية سوف تقوم بالتحقيق في هذه الانتهاكات، ولكن ما حدث في 2016 يتكرر الآن، ويبدو أن الأمر لن يتحرك. نحن نعول على المجتمع الدولي، وربما نعول على إذا كان هناك نوع من استشعار المسؤولية من قبل الحكومة الشرعية تجاه هؤلاء البسطاء. ما يحدث الآن من تنمر تجاه البسطاء والعمال والموظفين والمدنيين هو عبارة عن إظهار حالة من الضعف لدى هذه القوة ولدى هؤلاء الأشخاص المشحونين بالكراهية العصبوية والمناطقية. هذه التحركات لن تقيم حقا، بل هي تضعف المطالب التي ينادي بها المجلس الانتقالي وأدرعه العسكرية، وهو ما نعول عليه الإدانة الدولية، المجتمع الدولي الذي يحاول مجلس الانتقالي مغازلته بينما يقوم على الأرض بإجراءات انتقامية وتعسفية وجرائم عنصرية وتمييز على أساس المناطق، لا يفرق بين صغير وكبير، لا يفرق بين شخص عاجز أو مريض. هذه الإجراءات تمت بطريقة عنصرية مقيتة مدانة بجميع القوانين المحلية والدولية، وبالتالي فإن هذه الإدانة سوف تضعف. والظاهر حتى الآن أن كل الأطراف أدانت ما حصل، يعني حتى المتهمين في ذلك. طيب أعود للأستاذ أحمد الصالح. أستاذ أحمد الصالح، نقل هذه الإدانات. طيب أعود لك أستاذ عمر مرة أخرى، لكن أعود مرة أخرى للأستاذ أحمد الصالح في نيويورك. أستاذ أحمد، نقلت للأستاذ مختار رحبي في موضوع أن الحكومة أين هي، لماذا لا تقوم بواجبها لإنصاف الناس. قال أن ربما هناك صحيح قوات داخل العاصمة المؤقتة وفي المحافظات الجنوبية، لكن هناك خوف وخشية من اندلاع مواجهات وفوضى، وبالتالي هي لم تتحرك ولم تقوم بأي واجب لها لإنصاف الناس. سيدي، أولا من المخجل في الحقيقة عندما نسمع هذه الأصوات، حكومة المنفى والمشردين في الفنادق بأن يهددون من الخارج وهم حتى لا يعرفون تفاصيل المدينة. هؤلاء الذين سمحنا لهم ومقاومتنا الباسلة عندما حررت هذه الأراضي أن يصبحون حكومة على ورق وشكلية، يهددون اليوم بهذه الطريقة وبهذه السذاجة. هل سمعت مختار رحبي أو غيره يقول سأشكل منظمة حقوقية أو مؤسسة ستداعي الحوثي أو سترفع قضايا على جرائم الحوثي التي ينتهكها كل يوم لنساءنا وأهلنا وأخواننا في صنعاء وفي المناطق المجاورة؟ اليوم أصبحت كل أعينهم وكل جهودهم وكل تركيزهم فقط على الجنوب. هذا طيب أستاذ أحمد، هل هذا يخدم قضيتنا الآن كيمنيين ضد مشروع الانقلاب عندما نساوي بين ما يحصل من قبل ميليشيا الحوثي وما يحصل ممن هم في صف المقاومة؟ ما الذي تريدونه منا اكثر من ذلك؟ رفضنا وادنا وقلنا قلوبنا وبيوتنا مفتوحه، لن نسمح لاحد. استاذ احمد، دعنا نتحدث بلغه العقل. عندما اليوم عندما تحدث حادثه ونذهب لتسويتها وتشبيهها بما يحدث من قبل ميليشيا الحوثي، نحن نساوي الان بين كل العناصر، لماذا الحرص على ذلك؟ نحن لا نحرص على ذلك على الاطلاق، ولا نتشرف بان نتشبه مثل هذه الميليشيات، لكني اقول لك هؤلاء الذين يهددون اليوم سيفتحون منظمات وسيداعون ويرفعون قضايا في الخارج، لماذا لم يكلفوا انفسهم ب 10% ضد الحوثي الذي يغتصب النساء ويختطف الاطفال ويجند الاطفال؟ هذه مهزله عندما يتحدثون بهذه اللغه. نحن لا نخاف. هناك الكثير فعل قانوني حقوقي، هناك الكثير ضد ميليشيا الحوثي يحدث. استاذ احمد، دعني اقول لك بان هذه حكومه فاشله وعاجزه،
ولا تستطيع عمل شيء، ونحن من باب التزامنا الأخلاقي أولا قبل أي شيء والإنساني رفضنا ذلك، وليس خوفا من أحد، نحن لا نخاف من أحد أبدا، ولو اتخذنا قرار طيب سنقول نحن الآن نعتب على الحكومة ونقول أنها عاجزة وأنها فقط لديها البيانات والإدانات لإنصاف الناس، لماذا القوات التي تعبر عن قضية الجنوبية التي لديها فعل وقوة على الأرض لماذا لا تنصف الناس، لماذا لا تقف ضد هذه الممارسات بعيدا عن الإدانات والبيانات؟ هي هذه القوات وهذه القوى والفعاليات كلها رفضت ذلك الأمر، لكن دعني أقول لك هناك قوانين ودستور لا زال قائم، وهناك دولة تستلم الإيرادات، وهناك مؤسسات معترف بها دستوريا، نحن لا نتدخل في عمل الدولة، ولو تدخلنا في عمل الدولة انتهى الموضوع، يعني لن يعودوا مرة أخرى، وبالتالي إما أن تقول هذه الدولة أنها مسؤولة وتقوم بواجبها، وإما أن تترك المكان وسنتكفل به، أما أن يسيطر طيب على المدارة. طيب يا أستاذ أحمد، أنت قبل قليل تذكر قبل قليل عندما قلت أن هذه القوات الحماية الرئاسية هي موجودة في مناطق غير المناطق التي توجد فيها قوات المجلس الانتقالي الجنوبي أو القوات المعروفة اليوم بالحزام الأمني وقوات النخبة، إذن هناك تدخل بعمل الدولة لأنها موجودة في بعض المناطق داخل العاصمة المقاطعة عدن. قلت لك أنا موجودة في سكناتها وفي معسكراتها، ائت لي بواحد تم اعتقاله من قبل الحزام الأمني مثبت غير التهم التي يروجها رواد حزب الإخوان المسلمين أو القوى المعادية والمغايرة. يا سيدي العزيز، هؤلاء لا يعترفون لنا بحق وثم يطالبوننا بحق، نحن يتهموننا بميليشيات ثم يطالبوننا بحق، لا يمكن أن تطالب بهذا الشكل. يجب عليك أولا احترام الطرف الآخر واحترام الواقع الذي نعيشه، يجب عليهم التحدث أولا بلغة مقبولة، لا يهددون، لا يتكلمون بهذه اللغة التي يهددوننا بها لأننا لا نقبلها، هم يعرفوننا ويعرفون أين نصل ويعرفون من هم ويعرفون حجمهم، سلموا صنعاء للحوثي في غمضة عين طلقة رصاص، واليوم يهددون من فنادق اسطنبول، أقسم لك بالله العظيم إنها أكبر مهزلة، وعندما يتحدثون يقول لك الدولة عاجزة، لماذا تبقى هذه الدولة عندما تكون عاجزة؟ تقدم استقالتها للشعب وترحل غير مأسوفا عليها. ننقل هذه النقطة سنوات. صحيح أستاذ أحمد، ننقل هذه النقطة للأستاذ مختار رحبي، إذن لماذا الاستمرار في ظل هذا العجز، وهل الحكومة قادرة على إنصاف الضحايا وتدارك ما حدث؟ أستاذ مختار، أنا إذا تسمح لي بأقل من دقيقة أرد على الأخ أحمد الصالح الذي هددك، هو الإرهابي هاني بن بريك، وأنت كتبت ذلك بصفحتك، لم يهددك لا مختار الرحبي ولا الحكومة الشرعية ولا وزارة الإعلام. دعنا بعيدا عن تصيد المواقف الشخصية أستاذ مختار الرحبي، نتحدث بالعموميات، هو يتحدث عن قضايا عامة، هو هذا المكان وسجل ليس مكان سجال شخصي، أرجوك. أنا أقول أن الحكومة يعني حينما يطلب أن نعلن أن الحكومة عاجزة، ما هو البديل؟ البديل هي الفوضى، البديل هي الميليشيات، هذا هو نفس المنطقة الحوثي اليوم، الحوثي في الشمال حينما انقطع على الدولة ما الذي قال؟ قال هذه حكومة فاشلة، هذه حكومة فاسدة، سنسقط الجرعة، سنطبق الحوار الوطني، اليوم المجلس الانتقالي أو ما يسمى المجلس الانتقالي نفس الشعارات يرفعها، يقول هذه حكومة فاسدة، هذه حكومة عاجزة، طيب ما هو البديل؟ البديل هو الفوضى، البديل هو الميليشيات، البديل هو أن تكون بدل أن تكون دولتين ستكون أكثر من 23 سلطنة ودولة في المناطق الجنوبية والمناطق الشمالية، لا يوجد هناك بديل للدولة إلا الفوضى، ستكون الطالع أن تقول ستكون هي الآن هي الآن هي الآن هناك الدولة. أكثر من دولة داخل دولة، تقول ستكون هي الآن فعل الواقع الآن، نحن لدينا ولكن أكثر، ولكن لا أحد يعترف بذلك، هي نستطيع نقول أن هناك لدينا دولة في مأرب ودولة في صنعاء والمحافظات وفي الجنوب دولتين أكثر ربما، لا يوجد دولة في مأرب ولا شيء، الدولة الواحدة والمعترف بها هي الجمهورية اليمنية، وهناك انقلاب في صنعاء، ما دون ذلك لا أحد يعترف به، وحتى وإن كانت هناك قوات وميليشيات تسيطر في المناطق الجنوبية لكن لا أحد يعترف بها، حتى أن الدولة حينما خاطبت مجلس الأمن الدولي بخصوص الفضائح في السجون السرية كانت هناك رسالة رسمية من الدولة بأن هذه السجون السرية لا تتبع وزارة الداخلية، إنما تتبع ميليشيا مسلحة اسمها الحزام الأمني والنخب، وهي لا تتبع الدولة بل تتبع دولة الإمارات العربية المتحدة التي دعمت هذه الميليشيات ودربتها وتدفع لهم الرواتب ودعمتهم بالمصفحات، والمصفحة التي خرج بها هاني بن بريك أو المطلوب للتحقيق هاني بن بريك هي مصفحة إماراتية، بالتالي هذا هو الواقع وهذا هو واقعنا، ما دون ذلك هي الفوضى، ومن اليوم من يريد اليوم واقع جنوبي جديد هو يقدم خدمة من ذهب للميليشيات الحوثية، لأن الميليشيات الحوثية اليوم تقول هذه هي المناطق وهذا هو التحرير
وهذه هي المناطق وهذه هي المقاومة التي تتم ضدنا. بالتالي نقول على الإخوة الجنوبيين أن يؤخروا الخلافات وأن يؤخروا استهداف الدولة وأن يؤخروا هذه الشعارات التي يطلقوها حتى نتمكن من القضاء على ميليشية الحوثي، وبعد ذلك عليهم أن يرفعوا. طيب هذه ربما مواضيع أخرى تكون مواضيع لحلقات أخرى. أشكرك جزيلا أستاذ مختار رحبي مستشار وزارة الإعلام من إسطنبول، شكرا لك. ألا نذهب لمشاهدة أيضا استطلاع للرأي من تعز حول موضوع الحلقة، نتابع. يجب أن تعبر الرئاسة اليمنية عن هذا بما يحدث في عدن، يجب أن يعبر عنها أيضا رئيس الحكومة الدكتور معين عبد الملك بأنهم يقولوا بأن هذه التجاوزات لا يمكن السماح بها، وإننا شعب واحد تحت مظلة واحدة، لدينا جيش واحد وحكومة واحدة، وأي اختلالات بالأخير هي تهدف العدو، تهدف ما يحدث في اليمن، تفكك النسيج الاجتماعي للشرعية بينما يستفيد منها طرف آخر. ولذلك أقول كل ما يحدث في عدن الآن هو موجه، سهم موجه إلى الشرعية برئاسة المشير عبد الرب منصور هادي والحكومة، تفكيك للنسيج الاجتماعي للشرعية، تفكيك للتحالف العربي، تقوية للعدو. ولذلك يقول على الرئاسة اليمنية أن يكون لها موقف، وهذا الموقف يجب أن يعلن للناس كافة بأنه لا يمكن السماح بهذه التجاوزات في أي محافظة محافظة الجمهورية، لا يمكن أن النسيج الاجتماعي أن نسمح بأن يأتي السلم الاجتماعي خط أحمر، يجب أن يكون رادعا لكل شخص وأنه نفسه اتجاه إلى هذا الجانب، يجب على الحكومة أن تعبر ببيان بأنها ترفض هذه التجاوزات في أي مكان أو أي محافظة تحت غطاء الشرعية والتحالف العربي الذي جاء لهدف معين وهو التحرير ووحدة واستقرار اليمن في هذا الجانب. طبعا بالنسبة لما يحدث في عدن هو أمر محزن ويبعث على الألم والحسرة. الحكومة ينبغي أن تقوم بواجبها تجاه الذين يتعرضون للانتهاكات والمضايقات في محافظة عدن. في اعتقادي الشخصي أن 5 سنوات من المخزي أن الحكومة إلى الآن لم تثبت أنها حكومة فعلا وأنها شرعية فعلا في محافظة عدن ومحافظة أخرى. معروف على أن الحكومة اليمنية من ضمن الحكومات الموقعة على أغلب الاتفاقيات التي تحمي حقوق الإنسان. نحن نشاهد الكثير من الانتهاكات التي يتعرض لها الإنسان اليمني في مجال عمله وإقصائه من فرص الحصول على العمل. شاهدنا بالأمس في مدينة عدن انتهاكات فظيعة شاهدها العالم أجمع، يعني كانت أشبه بالانتهاكات التي يقوم بها البوذيين لجماعة الروهينجا. ما حصل في عدن هو مذبحة وكارثة، المفروض يفترض في الأمر أن يكون للحكومة دور إيجابي لإيقاف هذا النزيف وإيقاف هذا العبث الذي يحصل في عدن تجاه المحلات التجارية وتجاه أبناء تعز الذين يتم تهجيرهم قسريا. الدور الحكومة حاليا وما نشاهده بمعيننا يبدو مفرغا تماما ولم تتخذ أي خطوة. إذن أعود لضيفي من تعز عمر الحميري ناشط الحقوقي. أستاذ عمر في دقيقة، ما الذي يمكن فعله لمعالجة الضرر الذي حصل في دقيقة لو تكرمت؟ أخي الكريم، الجميع أبناء المحافظة الشمالية المتواجدين في عدن والمحافظة الجنوبية لا يجب تصويرهم بأنهم ضد المشروع السياسي أو مطالبات أبناء الجنوب. هناك يقومون بأعمالهم، يقوم بممارسة حقوقهم الطبيعية، وإذا كان هناك محاولة لفرض مشروع سياسي معين فإنه لا يكون على حساب هؤلاء البسطاء بل عبر القنوات الرسمية والأطر القانونية. طيب لها متفق ما يحدث الآن في الجنوب، ما الذي يجب فعله لهذا المشروع؟ الناس أخي الكريم، يجب على القوات سواء التابعة للمجلس الانتقالي أن تبادر بحد ذاتها وتثبت براءتها من التورط بالتحريض ضد هؤلاء العمال والبسطاء في مدينة عدن، وتبادر بإجراءات تحقيقية وإعادة الحقوق لأصحابها، كل من أخذ عليه مبلغ مالي، من أخذت عليهم سياراتهم، من تم تدمير منزله، من تم اعتقاله بشكل تعسفي، من تم ضربه، هناك قتلى. أخي الكريم، رصدنا الكثير من الحالات ولا زلنا نرصد، هناك العشرات من الحالات، منهم معتدى عليهم، منهم تم سرقتهم ونهبهم، منهم قتلى أيضا، أحدهم محافظة تعز وأحدهم محافظة إبوة وشخص آخر يعمل في إصلاح الدراجة المالية من الجراحي من اتهامه.
أخي الكريم، هذا المشروع يجب أن يكون أن ينبنى بطريقة رسمية، بطريقة قانونية سليمة، وليس على حساب ولا على حساب انتهاكات وجرائم. الجنوبيين الآن هم واعيون ويدركون أن هذه الممارسات تضرهم. نشكر من خلال هذا المنبر كل من بادر وتحرك لحماية العمال والبسطاء في مديرية الشيخ عثمان كتائب المحضار، نشكرهم على هذه الروح الإنسانية والروح الوطنية. وأنا مضطر لشكرك وإنهاء المداخلة عندما يصل السلاح. أشكرك جزيلا أستاذ عمر الحميري الناشط الحقوقي، لأنه انتهى تقريبا ربما حيز الأقمار الصناعية. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من تعز. وأختم بشكل سريع وفي آخر دقيقة مع الأستاذ أحمد الصالح الناشط السياسي من نيويورك. أستاذ أحمد، ما الذي يمكن فعله؟ هل ما زال هناك مجال لفعل شيء وللتخفيف من الضرر الذي حصل؟ نعم، أولا دعني أرد على ما يقوله الأخ بأننا أنا شخصيا إن استطاع هو أو أحد غيره إثبات بأن أحد من قيادات الحزام الأمني بصفة رسمية إثبات حقيقي سرق أو أخذ أو مد يده على أحد، فأنا ألتزم الالتزام شخصي بسداد ذلك أنا شخصيا على الهواء مباشرة أمام الناس. هذا أولا. ثانيا، نحن الآن قادمين في الجنوب على مرحلة ثورية شعبية، وبالتالي يجب على إخواننا استيعاب هذا الأمر وعدم التصعيد لا سياسيا ولا صحفيا ولا إعلاميا، لأن هذا الموضوع سيجعل أيضا من اصطادوا في الملعكر يعودون مرة أخرى لإذاهم مرة أخرى، ونحن لا نريد ذلك ولا نقبله إيمانا منا وليس خوفا، نحن لازلنا نقول ذلك. ثالثا، يجب على من يطالبك بحق أن يعترف بحقك أولا ولا يتهمك بأنك ميليشيات وخارجة عن القانون، وأن يقرأ معطيات ما بعد الحرب ويتحدث عن واقع سياسي حقيقي وعسكري ويقول هؤلاء في بلادهم ونحن أيضا ضيوف عندهم وسنكون ملتزمين بما يقولونه وهم سيحموننا، أما أن لا تعترف بهم. طيب حتى اللحظة أستاذ أحمد، حتى اللحظة دستوريا وقانونيا لا أحد ضيف عند أحد، كلنا يمنيون وكلنا في دستوريا وقانونيا الرئيس رئيس وهو موجود في الرياض 4 سنوات دستوريا من ناحيه الدستور. لا انا اتحدث كمواطنين متعايشين، انا اتحدث كمواطنين متعايشين مع بعضهم البعض. وانا اتحدث لك من لابد ان نعطي كل شيء في سياقه ولا نخرج شيء جزئيات من خارج السياق العام. دعونا نتحدث ونسمي الامور بمسمياتها. نحن خرجنا من حرب وحرب مدمره قدمنا فيها اكثر من 10,000 شهيد واكثر من 40,000 جريح، وهذه امور لا يمكن ان تنسى ويجب أن يأخذون ذلك بعين الاعتبار. نحن لا نقول بأن هؤلاء أعداءنا ولا خصومنا، ولا قلنا ذلك من أول اليوم ولن نقوله في آخر اليوم. هؤلاء إخوتنا وقلوبنا وديارنا مفتوحة لهم قبل الجنوب، لكن فقط على هذه الأبواق المشردة أن تخرس وأن عدم تصب الزيت على النار، لأن هذا الموضوع سيؤذيهم جميعا من خلال أصوات نشاز وأيادي مدسوسة وميليشيات أيضا تريد أن تضر بالعلاقة فيما بيننا البين. أما أبناء تعز وأبناء الشمال المسالمين المواطنين المدنيين فهم إخوتنا، وضعناهم على رؤوسنا ولازلنا ولا نقبل الإساءة لهم. أشكرك جزيلا أستاذ أحمد الصالح ناشط سياسي، كنت معنا من نيويورك. وأيضا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقة من برنامج بين قوسين، الأستاذ عمر الحميري الناشط الحقوقي من تعز، وأيضا الأستاذ مختار الرحبي مستشار وزارة الإعلام في اسطنبول كان معنا عبر الهاتف. شكرا جزيلا لكم، في الأسبوع القادم حلقة جديدة من بين قوسين، في أمان الله.